أطلقت وحدة تعبئة مياه عين الفيجة حتى نهاية أيلول الماضي 13 مليون لتر من المياه المعبأة بنسبة تنفيذ بلغت نحو 125%، وبنسبة تطور عن العام الماضي 5% بعد أن أعادت الخط الرئيس المغذي للوحدة بالمياه العذبة التي تمر بمراحل عديدة من عمليات الفلترة والتعقيم بالأوزون لتصل إلى المستهلك نقية وقابلة للتخزين. قيمة المبيعات لغاية 30/9/2020 مليار و750 مليون ليرة سورية تقريبا، والأرباح المقدرة طبعا هي بشكل تقريبي حوالي 300 مليون ليرة سورية، بنسبة تطور أيضا 200% عن العام الماضي. دائما يوجد استبدال وتجديد، ليس لخطوط إنتاج كاملة وإنما أقسام من خطوط الإنتاج، لا توجد إمكانية لاستبدال وتجديد خط إنتاج متكامل. في عام 2019 تم استبدال آلة النفخ في خط الإنتاج الأول لمنتج النصف لتر واللتر ونصف بطاقة إنتاجية 13 ألف عبوة في الساعة، وهي تعمل بشكل جيد. ودائما يوجد خطط استثمارية بخطة عام 2021 مدرج زيادة السعة التخزينية للمياه، إضافة مرحلة بالفلترة الرملية للمياه لتصفية العكارة أكثر وعدم الضغط على منظومة الفلاتر، يؤدي إلى وفر حقيقي يعني في كمية المياه أو في استخدام الفلاتر ذات القيمة العالية. يوجد أيضا في الخطة عمرة للسيور الهوائية، سيور الهوائية للعبوات المنفوخة، كما يوجد اتصالات ومراسلات دائمة وتعاون مع مركز الدراسات والبحوث العلمية لتطوير بيئة العمل، تطوير المخبر وتطوير خطوط الإنتاج. العينة هي ناخذ فيها نسبة الأوزون، العكارة الناقلية، هاي التحاليل الفيزيائية. الصبح منجيب عينات بنحفظها هون حفظ، ونعمل لها تاني يوم زراعة جرثومية. زراعة جرثومية بتطلع خلال 48 ساعة.